مسلسل التفجيرات الانتحارية التي وقعت بطرابلس لا تحتاج إلى تحقيق لمعرفة الفاعل، بل تحتاج فقط الذهاب لمعسكري اليرموك وسيدي بلال وزيارة مصرات التي تكتظ ب15,000 مرتزق سوري من عناصر جبهة النصرة الإرهابية لمعرفة الجنات. وضربات الإرهاب في العاصمة المحتلة وضعت العالم أجمع أمام حقيقة ما أرسله رجب أردوغان لليبيا من تنظيمات وتشكيلات إرهابية مسلحة، وقد حولت في السابق شمال سوريا لجحيم جراء التفخيخ والكمائن المتفجرة. مصادر مطلعة قالت بأن انتحاريا من الجنسية السورية كان يقود دراجة نارية فجر نفسه في استيقاف للميليشيات ببوابة الغيران شرق منطقة جنزور. وأضافت المصادر بأن معسكر اليرموك جنوب شرق طرابلس شهد انفجارا ضخما نتيجة سيارة مفخخة يستقلها إرهابي نفذ العملية في بوابة المعسكر. وأكد المصدر بأن تلك الانفجارات جاءت بالتزامن مع انفجار آخر بسيارة مفخخة في مدينة زوارة، وتحديدا بالقرب من معسكر الدفاعية بالمدينة. وأضاف المصدر بأن الجيش الوطني قد ألقى في وقت سابق القبض على المتطرف أبو بكر البويضاني والمطلوب لانتمائه لداعش في محور صلاح الدين، وهو خير دليل على أن الإرهابيين الحقيقيين هم داخل معسكرات المنطقة الغربية والوسطى بغطاء شرعي من حكومة الصخيرات ومن وزير داخليتها المدعوم من قبل الأتراك. ولا شك بأن النزعة المتطرفة هي الفاعلة، وتركيا الدولة العثمانية هي الجهة التي تقف خلفهم، وحكومة السراج المتورطة في جلبهم والتفجير سينهي أي فكرة لدى أي سفارة في العودة للعاصمة المحتلة. وتستمر تركيا في تدخلها في ليبيا على الصعيدين السياسي والعسكري طمعا في الاستحواذ على ثروات البحر المتوسط والتي قدرت بملايين المكعبات من الغاز، بالإضافة لمحاولتها التقدم تجاه الحقول والموانئ النفطية.